طيب غسان، شنو بالنسبة لك مواصفات الأحلام اللي كانت واردك وانت فترة المراهقة؟ بصراحة أول شخص شتخلى عيني عليه رضا العبد الله. الله، يعني عشقي الكبير. والله يعني كل ما يطلع أغنية بالتلفزيون شصفافني عليه وسخيله وما زال يعني أنا كلش أحبه، يعني أحب شكله، أحب شيء ستايله وأحب طوله، وما زلت يعني حتى أسمع أغانيه لحد هاللحظة. ها يعني كان هو فارس أحلام. فارس أحلام رضا عبد الله. وراها تغير الموضوع. تغير. صار لازم واحد ثاني. ماجد المهندس لأن يشبه أبويا. ها ماشي. هو يطي شبه. أوكي. ولحد هاللحظة أنا نفسي ألتقي به. ان شاء الله تتحقق. ان شاء الله يا رب. انا يعني كلش احب صوته يعني. وما زال يعني ماجد المهندس